السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نحييكم من قلب العاصمة النمساوية فيينا. لقاء اليوم حول اليمن الجرح النازف. أعزائي المشاهدين، إن عدد سكان اليمن اليوم يشكل تقريبا نصف سكان الجزيرة العربية، وتؤكد شركات النفط العالمية بمستقبل نفطي جيد لليمن من حيث الكميات والجودة، ولذلك لم تكن السعودية لتدع اليمن يعيش في أمان واستقلال لما لذلك من آثار سلبية على سياساتها الداخلية والخارجية، بل استغل الضعف الاقتصادي لليمن ليفرض عليها كل تلك الانتهاكات التي نراها. ومن مذكرات صلاح نصر مدير المخابرات المصرية قيل انه موقف الملك فيصل الرافض لحل مشكلة اليمن سلميا على الدوام راجع الى التمسك بوصية والده التي توصي بعدم السماح لليمن بالنهوض. فقد كان عبد العزيز ابن سعود دائما محذرا لأبنائه، وهو مشيرا على موقع اليمن على الخارطة، وهو على فراش الموت ومن حوله أولاده، ويقول لهم انتبهوا انتبهوا، فمن هنا، وهو يشير على خارطة اليمن، سيأتي هلاككم وزوال ملككم، فلا تطمئنوا لهم وحاربوهم باستمرار وبكل الوسائل وفي كل الأوقات سلما وحربا. ولقد التزم الورثة بالوصية حتى يومنا هذا. والسؤال الذي يطرح نفسه، ألم يكن ذلك برهانا على العداء المحتدم من آل سعود للشعب اليمني؟ ألم يكن ذلك كافيا كي يوحد أبناء اليمن صفوفهم وينبذون الفرقة فيما بينهم؟ أعزائي المشاهدين، دعونا بداية نرحب بضيوفنا الأعزاء. معنا في الاستوديو السيد الأستاذ توفيق حميدي، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. ومعنا عبر الهواء الأستاذ صالح الجبري، رئيس مركز يني يمن الإعلامي، وهو باحث ومحلل سياسي. أهلا بضيوف الأعزاء، مرحبا بكم. في الحقيقة لقاء اليوم سوف نتحدث في محاور عدة، منها ما هي القضية الحالية التي يعيشها اليمن، وكيف يمكنكم تعريفها للسادة المشاهدين. ولنبدأ بحضرتك أستاذ حميدي، ما هي القضية الحالية التي يعيشها شعب اليمن؟ حقيقة عند الحديث عن القضية اليمنية يجب العودة إلى الجذور. اليوم بعد 4 سنوات أصبحت القضية الإعلامية خاصة في الإعلام الغربي بأنها قضية بطون جائعة، هكذا يصورها الإعلام بسبب المجاعة التي ضربت اليمنيين، وشبهت بأنها أبشع مجاعة، يعني من أسوأ المجاعات التي شهدها المجتمع اليمني. لكن في حقيقة الأمر، الأزمة اليمنية والقضية اليمنية هي قضية ثورة، ثورة متعلقة بمجموعة من القيم السياسية والاجتماعية والحقوقية والمطلبية التي خرج من أجلها الشباب اليمني بالدرجة الأولى والمجتمع اليمني تقريبا في كل المحافظات اليمنية. وكان هنالك التفاف مجتمعي وسياسي من خلال مؤتمر الحوار على الذهاب بهذه الثورة، بهذه الثورة اليمنية السلمية طبعا. وما لا يعلمه المشاهد أن الشباب اليمني والمجتمع اليمني على وجه الخصوص قدم ما يقارب 1200 شهيد دون أن يستخدم السلاح في وجه النظام السابق. هل تعد من أنجح الثورات العربية؟
هي نحن اليوم لا نستطيع أن نقول مقارنة، لكن نستطيع أن نقول بأن القضية اليمنية والثورة اليمنية كانت ذاهبة نحو حلا يمكن أن يكون نموذجيا لكل الشعوب العربية. من خلال مخرجات الحوار وتشكيل لجنة صياغة الدستور، فجأة بقدرة قادر بتدبير بأمره دبر بليل قوى إقليمية قوى دولية، نحن موقنون من ذلك، تم اختطاف رئيس هذه اللجنة، تم اقتحام صنعاء وإدخال اليمن في أتون عظيم. إذن من البداية نستطيع أن نقول يا أستاذ صالح، يعني هل نستطيع القول بأن الثورة اليمنية ونجاحها ما لها أن ترضي آلي سعود وباقي حكام الخليج العربي؟ ليس من مصلحتهم نجاح هذه الثورة. شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا للضيف الكريم والمشاهدين الكرام. اليمنيون ضربوا أروع الأمثلة في ثورة 2011 بأن خرجوا سلميين، رغم أن اليمن كما صنف بأنه يملك 60 مليون قطعة سلاح. خرج القبائل والعسكر وكلبس مدني وانضموا إلى ساحة التغيير في أكثر من 12 محافظة يمنية. قدرت هذه العدد بحوالي 8 مليون يمني جلسوا وافترشوا الأرض من أجل أن يغيروا النظام السابق وينشدوا الأمل والمستقبل. لكن للأسف بعد ذلك جاءت الثورات المضادة، وكان على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا للأسف الشقيقة السعودية التي لا أصل يربطنا بها الجوار والدين واللغة، وتدخلوا رأس التحديد السعودية ووضعوا ما يسمى بالمبادرة الخليجية من أجل يعني عدم إراقة الدماء، ولكن للأسف كان هذا فخ. هل إفشال الثورة اليمنية كان سببه فقط التدخل الخارجي، أم هناك عوامل أخرى من الداخل أدت إلى إفشال الثورة؟ العامل الرئيسي، انظر ما يحدث في البلدان العربية، الثورات المضادة الآن في ليبيا وفي سوريا وفي مصر ويعني وفي اليمن، في ثورات مضادة الآن في السودان للأسف الشديد، ستظهر ثورات مضادة وبدأت الآن بقتل الشباب السلميين. هناك الآن مؤامرة تحاك على تونس وإن كانت مثلت بادرة إيجابية. للأسف الإمارات تحديدا قادت هذه الثورات المضادة، وظهر ذلك جليا اليوم باحتلالها لليمن بعد أن جاءت بصورة بأنها تريد إنقاذ الشرعية تحت مسمى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وللأسف ما نراه اليوم من مجزرتين ارتكبت اليوم قبل ساعات في مدينة عدن، وتبنى الحوثيون هذه التفجيرات، ولكن هناك أيادي خبيثة تريد خلط الأوراق وفي الساحة اليمنية، وتصبح اليمن ساحة للأسف لهذه الدول، والقضاء على الثورة الشبابية السلمية وتحويلها من ثورة سلمية إلى ثورة مسلحة. وما كان على اليمني إلا أن انضموا في مقاومة شعبية وانضموا إلى الجيش الوطني بقيادة الرئيس هادي، وحبلوا السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية. وأصبح اليمنيون اليوم بكل أسف بين شرين، شر ميليشيات الحوثي الإيرانية وشر التحالف العربي للأسف الشديد الذي جاء في البداية من أجل إنقاذ الشرعية وإرجاع الرئيس هادي والشرعي إلى صنعاء، لكن للأسف انحرفت هذه البوصلة وأصبح. هل مشكلة اليمن أستاذ توفيق الآن هي مشكلة شرعية وغير شرعية؟ يعني هل هو بالضرورة فعلا صراع داخلي، أم هو صراع دولي خليجي على أرض اليمن؟ لا، الصراع اليوم والقتال موجود في اليمن هو صراع بين مشروعين، نستطيع أن نقول مشروع الدولة الجمهورية اليمنية، مشروع النظام الجمهوري، مشروع الحياة ومشروع الموت. الأيادي الإقليمية نعم هي دبرت، نعم هي خططت، نعم هي تمنت، لكن في النهاية الذي وضع اليمن على سكة الحرب هي جماعة الحوثي عندما انقلبت عن الحكومة الشرعية، مع أن جماعة الحوثي في حقيقة الآن في مؤتمر الحوار مثلت بأكبر من عددها الأصلي،
من اليمنيين، وكان هنالك رفض واضح من قوى الثورة ومن كثير من القوى، لكن كان اليمنيون يتطلعون أن يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك، أن تمثل الثورة اليمنية ومخرجات الثورة اليمنية التي متعلقة بمخرجات مؤتمر الحوار حلا ناجزا يمكن أن يعمم على الدول العربية. ولكن لكن لكن, لكن بحسب تصريحات كما ذكره الأخ صالح يوسف عشقي أو على قناة روسيا اليوم، بأن الشقيقتين أوعزتا ودفعت الأموال وأعطت الضوء الأخضر لاقتحام العاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثي. جماعة الحوثي جماعة تعيش ما قبل التاريخ، ولذلك بمجرد دخولها إلى العاصمة صنعاء فعلت باليمنيين ما لم يتوقعه اليمنيون أصلا، المعتقلات، نهب البيوت، نهب المقرات، مع حركة التنقلات إلى غير ذلك. ولكن لماذا تحملون الحوثيون كل هذه المآسي وكما هو واضح أنه التحالف اللي بتقوده السعودية هو اللي وراء كل الانتهاكات لحقوق الإنسان؟ يعني ياريت تحكي لي عن الوضع الحقوقي الآن في ظل كل تلك الهجمات من قوى التحالف اللي بتقوده السعودية. طبعا الأطراف اليوم اللي ارتكبت انتهاكات في حقوق الإنسان كل الأطراف، لكن أيضا جماعة الحوثي كانت الجماعة المبادية، يعني حتى قبل تدخل التحالف من سبتمبر عام 2014 إلى مارس عام 2015 أيضا ارتكبت جماعة الحوثي انتهاكات مروعة، من حيث الاعتقال السياسي، من حيث تقريبا إغلاق كافة المواقع الإعلامية، مصادرة الصحف إلى غير ذلك. ثم تدخل التحالف العربي، التحالف العربي زاد من بشاعة هذه الانتهاكات من خلال الطيران الجوي. مثلا نحن في منظمة سام خلال عام 2017 على سبيل المثال رصدنا ما يقارب 250 ضربة جوية بين قوسين سميها قاطئة بحسب توصيف التحالف العربي، وفي عام 2018 بلغ العدد ما يقارب 300. الإمارات العربية المتحدة منذ البداية كان لديها أجندة خاصة، اليمنيون كانوا يبحثون عن الانعتاق من الكابوس الحوثي في حقيقة الأمر الذي فتح أبواب جهنم على كافة المستوى. ألا يعتبر ذلك خطأ سياسي؟ الحوثيون خطأهم الكارثي أنهم فتحوا اليمن لصراع إقليمي دولي وتحولوا إلى أدوات، ولكن التدخل الإقليمي والدولي في اليمن كان قبل حتى الحوثيين. يعني انت على مر التاريخ آل سعود لهم يعني انتهاكات، لذلك جاءت الثورة اليمنية. لماذا جاءت الثورة اليمنية؟ لاستعادة القرار اليمني لجعل اليمن دولة مستقلة. الثورة اليمنية كانت لديها رؤية تماما كيف تدار البلد اقتصاديا، يعني قضايا الغاز، النفط، كيف علي عبد الله صالح حول الجمهورية اليمنية إلى متاع شخصي وجعله كل هذه الموارد تأتي إلى جيبه الشخصي، كيف تحول النظام السابق إلى عسكري ينفذ سواء أوامر الدول أو دول الخليج على حد الخصوص. جاءت الثورة اليمنية لهذا الخصوص، ولذلك الدول الخليج لماذا سارعت للتدخل إلى اليمن؟ لأن نجاح الثورة اليمنية كارثة بالنسبة لهم. النموذج اليمني أن ينجح، أن تعاد القرار السيادي لداخل اليمن، وبالتالي نحن نقول منذ التدخل اليمنيون كانوا يظنون بأن إخواننا في الخليج جاءت تحركهم عواطف الأخوة. كانت أحد الطيارات الإماراتية تسمى مريم، إذا حامت في سماء صنعاء قال فيها اليمنيون شعرا، وهم يظنون فيها بأن الخلاص سوف يأتي. لكن بعد فترة من الزمن اكتشفنا أن الإمارات بنت السجون السرية، يعني كنت في خديعة كبرى بالفعل. أستاذ صالح، يعني أنا أسأل حضرتك، لماذا أنتم تحملون الحوثيون كل الكوارث اللي حاصلة في اليمن، بينما نجد إحنا حروب آل سعود على اليمن يعني منذ عام 1934 و1948 واعتداءات 1955 واعتداءات 1962 واعتداءات 1975 واعتداءات 77 واعتداءات 1987. كل تلك الانتهاكات من آل سعود للحدود اليمنية وخيرات وثروات اليمن، لماذا أنتم تتجاهلون كل هذا والآن تتمركزوا جميعا لمحاربة الحوثيين؟ أليس هناك
طريق ثالث لبناء جسور بينكم وبين الحوثيين لإيجاد وفاق؟ يا ريت تعطيني وقت حتى نضع النقاط على الحروف وحتى تكون الصورة واضحة عند المشاهد لكم. اتفضل. أس المشكلة التي حدثت في اليمن، دعنا نكون من 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 2011، لا نتكلم عن الماضي لأن الماضي سيء وتاريخ سيء في علاقات الدول العربية بينها البين وفي علاقة اليمن بالسعودية وغيرها. لكن أس المشكلة في اليمن هو انقلاب جماعة أقلية موجودة في منطقة اسمها صعدة على دولة، على شرعية. نحن خرجنا في ثورة نتبنى دولة مدنية ضامنة لكل فئة الشعب، أن تقوم مجموعة وتنقلب على سلطة، على رئيس، على حكومة، وتمثل بأكثر من حجمها في مؤتمر الحوار الوطني ورضية الأحزاب كلها، ولكن كانوا يحضرون في مجلس الحوار الوطني بسلميين ويرفعون السلاح في محافظات أخرى. إذن هذا الحوثي دعمته دول الخليج، نقول صراحة دعمته دول الخليج من أجل أن تحول القضية في اليمن إلى صراع بين السنة وشيعة كما يحدث في سوريا والعراق، أو صراع بين الحوثي وبين ما يسمى التيار الإسلامي المتمثل في حزب الإصلاح، هكذا كان يراد القضاء على الحوثي والقضاء على حزب الإصلاح. ولكن أنتم ابتلعتوا الطعم، أنتم ابتلعتم الطعم وما زلتم الآن تكرسوا لهذا. العكس، اليمنيون وبالذات حزب الإصلاح قدم نموذج رائع وعرف بأن هناك مؤامرة تحاكى على اليمن تحت مسمى السنة والشيعة، فجعل الدولة الشرعية هي تقوم تدافع عن اليمن، واشترك الإصلاح مع بقية الأحزاب والمقاومة الشعبية مع الدولة للوقوف ضد جماعة الحوثي الانقلابية. من الذي دخل التحالف العربي؟ جماعة الحوثي. من الذي دخل الإمارات والسعودية؟ هو انقلاب جماعة الحوثي. لابد أن يعرف المشاهد أس المشكلة. يعني ولكن آل سعود ليسوا في حاجة إلى ذريعة، يعني هم كانوا دائما يعتدون على اليمن، سواء موجودة جماعة الحوثي أو غير موجودة. قلت لك سابقا بأن السعودية والإمارات ودول الخليج هم من شجعوا الحوثي على انقلاب على السلطة لحسابات خاصة، لكن انقلب السحر على الساحر. الحوثي تجاوز عمران إلى صنعاء، لم يكن هذا الاتفاق، وتجاوز إلى عدن، ما كان هذا الاتفاق بينه وبين التحالف العربي. والأهداف اللي رسمت الحوثي للأسف الشديد يعني خدع بها الحوثي وخدعت بها التحالف العربي، فما كان من التحالف العربي إلا أن يقف مع شرعية الرئيس هادي، لأن الحوثي خرج عن الطور وخرج عن الدعم الذي يعني جاء له من دول التحالف العربي، وبالتالي وقفت التحالف العربي بقيادة السعودية. ونحن كيمنيين استبشرنا خيرا، نقولها صراحة، استبشرنا خيرا، وكان هناك في دعم سخي عسكريا وماليا في السنة الأولى، لكن في الأخير انحرفت أهداف التحالف العربي، لم نرى عاصفة الحزم تنتهي ولم تقضي على جماعة الحوثي. صحيح أن الحوثي أصبح الآن جماعة ضعيفة وتدعم الآن للأسف الشديد يعني من الدول الغربية ومن الأمم المتحدة، ولكن كما قلت لك الآن أصبح اليمن الآن بين شرين، شر ميليشيات الحوثي المعاندة المكابرة التي دمرت اليمن، قطعت الرواتب وأغلقت الصحف وأغلقت الإعلام ودمرت المساجد ويعني نفت كل من يخالفها وسجنت يعني آلاف السجناء. لا ننسى أس المشكلة، الحوثي هو أس المشكلة. جاء بعد التحالف زاد الطين بلة كما يقال، وأصبح اليمنيون عبارة عن حقل تجارب بين الحوثيين وبين التحالف وتحديدا الإمارات ثم السعودية. الإمارات واضحة تحارب علانية وصراحة، هل هي بموافقة السعودية؟ للأسف الشديد الواقع يقول ذلك، وبالتالي نحن نحمل المسؤولية ميليشيات الحوثي الإيرانية التي تدعمها إيران صراحة. وعندما دخلت العاصمة صنعاء ميليشيا الحوثي الإيرانية قال أحد السياسيين الرسميين في إيران سقطت العاصمة الرابعة بأيدي الفارس، يعني بعد بيروت وبغداد ودمشق. ولكن إذن هناك أستاذ صالح، أستاذ حميد، يعني أليس ذلك ظلما أنكم تصنفوا فصيل من أبناء جلدتكم وهم يمنيون 100% بأنهم يعني هم إيرانيون، كأنه الإيرانيون هم من يحتلون اليمن الآن؟ في نقطتين مهمة. الأمر الأول أن الصراع حتى السعودية مع اليمن خاصة الحدودية أو منع اليمن من النهوض كان أيضا يتم في ظل دولة موجودة
دولة شرعية تقصد في حدها الأدنى؟ نعم. أوكي. وتضم كل اليمنيين بغض النظر عن الاختلاف السياسي أو الفكري أو الفساد الموجود. اليمنيون عندما خرجوا في ثورة 21 كانوا يدركون هذه الصورة مرسومة تماما، علاقتنا مع السعودية مع الجميع. اليوم ما الذي حدث؟ اليوم عندما خرجت جماعة الوحدة قضت على الدولة، وبالتالي هنا الكارثة. اليمنيون لم يقصوا جماعة الحوثي. جماعة الحوثي عندما كان يقاتلها الرئيس السابق علي عبد الله صالح في حروب صعد الستة، كان الشباب اليمني والأحزاب اليمنية تدافع عن جماعة الحوثي، خاصة الذين يتم اعتقالهم. كان في تعاطف كبير، كان في تعاطف، لأنه بالنهاية يمنيين، ويجب هذا الصراع أن يتم في إطار سياسي. اليوم جماعة الحوثي تنكرت كل هذا الماضي، وعندما أخذت أسقطت الدولة، بمعنى أسقطت كل المرتكزات وكل الإنجاز اليمني السياسي والإعلامي الموجود لصالح فئة واحدة، وليس لصالح فئة واحدة وإنما لصالح فئة معينة داخل إطار جماعة الحوثي. الاتهامات بأن نحن لا ننكر يمنيتهم، لكن نحن نقف ضد الارتماء في أحضان إيران بعد دخول صنعاء. طب ما أنت عندك الفريق الآخر مرتمي في أحضان آل سعود ومرتمي في أحضان دول إقليمية أخرى. في نقطة، عندما تم توقيع أو سقوط صنعاء، وقعوا اتفاقية الحوثيون مع إيران، وبدأت الطيران المدني الإيراني إلى صنعاء دون أن يكون يوجد يمنيون يذهبون إليها. كانت الأمر أكبر من ذلك. اليوم في قضية الرئيس هادي مع وطلبوا لدول الخليج، ربما هنالك مرجعية موجودة، سواء اتفاقية الطائف الموقعة بين اليمن والمملكة العربية السعودية أو حتى في الدستور اليمني. لكن نحن أين العيب؟ أين الخلل؟ الذي ننتقد نحن بكل جراءة هنا وفي كل القنوات أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لم تكن أوفية مع الحكومة اليمنية، ولم تكن وفية مع الشعب اليمني. هل تعتبرون الرئيس هادي أسير الآن؟ قلناها بكل وضوح، قلنا كل فعل تمارسه السعودية أو داخل أو الإمارات العربية المتحدة خارج محددات طلب الرئيس لدول الخليج، وهو حددها بأمرين: إعادة الشرعية ومنع هجوم الحوثي للجنوب، يعتبر أفعال احتلالية مهما صنفت، وعدم عودة الرئيس هادي إلى 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 داخل اليمن تتحمله السعودية ودولة الإمارات العربية الوطنية. وهذا وضح في سقطرة وفي المهرة، والشعب اليمني خرج في سقطرة يقول لا، وخرج اليوم في المهرة واعتصامات متتالية. لا، اليوم اليمنيون بالفعل نحن نطلب نجدة القريب، لكن لا نتنازل عن كرامتنا، لا نرضى أن تمس السيادة، لن نقبل بأي شخص ولو عدنا إلى أن نأكل التراب، لكن لا نساوم على كرامتنا. وهذا يجب أن تفهمه المملكة ويفهمه الإماراتيون، وإضعاف اليمن، هم يتوهمون أن إضعاف اليمن سيكون في صالحهم، ونحن نقول بكل وضوح إضعاف اليمن وبالذات الشرعية سينعكس سلبا عليهم. بعد 4 سنوات من عدم الحزم تقوت جماعة الحوثي وأصبحت تصل إلى مطار دبي وأبو ظبي، وتصل إلى حدود المملكة العربية السعودية بطيران مسير وصواريخ مطورة. من الذي منح هذه الجماعة هذه القوة؟ تراخي دول الخليج، وهناك بالذات التحالف الإماراتي السعودي. وهناك من يقول يا أستاذ صالح إنه سبب نجاح الحوثيون هو اصطفاف الشعب اليمني خلف الحوثي. يعني ما إن لم يكن بالفعل أغلب الجيش اليمني وراء الحوثي وغالبية الشعب اليمني إلى حد ما متضامن مع الحوثي في حربه ضد قوى التحالف، ما كان للحوثي أنه يستطيع يرسل طائرات مسيرة ويستخدم الصواريخ البالستية. لا يعني انتقادنا للتحالف العربي أنني يعني أسكت عن أس المشكلة، وهي ميليشيات الحوثي الإيرانية. يا سيدي لازم أن نفرق، هذه عصابة جماعة، هم يمنيون طلبت الشرعية منهم شرطين أساسيين فقط وتوقف الحرب: واحد، أن يسلم السلاح الثقيل للدولة; اثنين، أن يكونوا مكون سياسي، حزب سياسي، ويتفضلوا. نحن لا نريد إقصائهم، هم يمنيون، لكن الخلاف أنه ينقلب على دولة بقوة السلاح، هذا هو الخلاف، وإلا هم يمنيون، نحن تعايشنا معهم سنوات،
وكنا من ضمن الذين، وكنت أنا مذيع في القنوات الفضائية اليمنية، كنت ممن ينتقد النظام السابق في الحروب الستة الهزلية بين النظام السابق وبين الحوثيين، كانت حروب هزلية وتبين فيما بعد. وبالتالي لا نساوي بين شرعية الدولة برئاسة الرئيس هادي، ورغم أن الرئيس هادي وقلتها في أكثر من لقاء يتحمل المسؤولية وشارك في هذا الخطأ وشارك في إيصال الحوثي إلى العاصمة صنعاء، لكن الآن هو يعتبر رئيس شرعي، لابد أن نؤمن بذلك. لا نساوي بين عصابة وبين دولة، من حق الدولة أن تستعين بأي دولة شقيقة، وهذا أمر طبيعي في الدستور وفي المواثيق الدولية. أما العصابة لا حق لها أن تنقلب على دولة، هذا موجود في كل القوانين، من حق الدولة أن تبسط نفوذها. وبالتالي النظام الآن الموجود في اليمن معترف به محليا وإقليميا ودوليا، هل هناك دولة في العالم اعترفت بميليشيات الحوثي؟ لا يوجد، حتى إيران تسميهم أقلية، بل أحد الشيعة في لبنان سمى هؤلاء شيعة الشوارع، سمى الحوثيين شيعة الشوارع. إذا لا نساوي بين عصابة وبين نظام، وهذا لا يعني أن نغض الطرف عما ارتكبته كما قلت لك سابقا التحالف العربي في اليمن من ارتكاب جرائم في اليمن، السجون وقتل اليمنيين وصدق القول. ولكن هناك من يقول أنهم هم ليسوا بعصابة، يعني كيف لعصابة تدير شؤون اليمن، وهم الآن الحوثيون هم من يديرون شؤون اليمن. أرجع للأستاذ توفيق، كيف تحول الحوثيون إلى قوة عسكرية ضاربة واستطاعوا يفرضوا نفوذهم داخل اليمن، وليس أدل على ذلك أنهم يواجهون قوة عاتية تضرب اليمن وهي قوة التحالف؟ لا، هم الحوثيون اليوم بحسب أصبحوا قوة أمر واقع، هذه القوة التي فرضوها فرضوها بقوة السلاح، هذه قوة السلاح منعت كل يمني يرفع صوته. اليوم اليمنيون الحقيقيون المعارضون لجماعة الحوثي لا يوجد أحد في مناطقهم، اليوم تحولت على سبيل المثال مأرب إلى مأوى لكل المعارضين السياسيين من الحديدة، من تعز، من صنعاء، من كل مكان. الأفراد الحقيقيون الذين يقولون لا لهذه الجماعة طردوا منها، إضافة إلى أن السجون مفتوحة على مصرعيها. اليوم هنالك الآلاف من الأحرار اليمنيون، وسمعنا قبل أسابيع بحكم صدر بإعدام 30 شخص مدني أكاديميين وإلى آخره. اليوم وصل الأمر إلى إغلاق المطاعم، اليوم هناك تأميم كامل للمطاعم للشركات فين؟ في صنعاء. في صنعاء، بالتالي لا أحد يستطيع أن يرفع صوته. اليوم القنوات المعارضة في صنعاء كلها مغلقة باستثناء القنوات الجديدة التي فتحت لتدعيم جماعة الحوثي. اليوم هنالك مراكز صيفية بحسب إحصائية جماعة الحوثي تضم 260 ألف من خيرة شباب اليمن يتم تعبيتهم من أجل القتال لهذه الجماعة. المعارضين في عمران سمعنا قبل أسبوع أحد المعارضين الذين ساهموا في دخول جماعة الحوثي إلى عمران، عندما اعترض عليهم مثلوا بجثته، شقوا رأسه أسفل، سحب في الشوارع بطريقة مذلة ومهينة. لا أحد يستطيع أن يقول، إضافة إلى إدارة الدولة اليوم، هل توجد خدمات في المناطق التي تديرها جماعة الحوثي؟ أين المستشفيات؟ أين الرواتب؟ أين المياه؟ أين الكهرباء؟ وبالتالي ألا توجد إدارة داخل صنعاء؟ توجد إدارة أمنية ودورة بحدودها الأدنى، لكن الموظفين اللي يستلموا رواتبهم، والموظف الذي لا يذهب إلى وظيفته يتم إهانته وفصله وربما اعتقاله. وبالتالي نحن نتحدث اليوم عن تدمير كامل. كل مؤسسات الدولة مفروض عليها ما تسمى باللجان الشعبية، لا يستطيع المدير العام أو الوزير توقيع شيك أو أمر بدون أن يأذن له رئيس اللجنة الثورية أو المسؤول عن هذه المحافظة. أستاذ صالح، ما هو تعقيبك على كلام الأستاذ توفيق؟ يعني هل ترى ما يراه الكيمانيين؟ نعم، يعني نحن اكتوينا، ونحن احد الذين يعني تم فرارهم من اليمن لاننا اعلاميين وقفنا ضدهم وضد النظام السابق. نحن هنا في تركيا، تركيا الان تحارب منظمه اسمها بيكاكي، لماذا؟ لانها جماعه عصابه خرجت تحارب الدوله. النظام في اليمن خرج يحارب هذه الدولة، الدولة الجماعة الحوثي هي الآن أخذت السلاح من المعسكرات، أتعرف أن أخذت السلاح، وعلي عبد الله صالح الرئيس اليمني السابق سلم أسلحة الدولة، سلم كل المعسكرات للحوثيين من أجل ماذا؟ انتقاما من شباب الثورة الذي خرجوا في 2011، هم ليسوا أقوياء.
تصور بعد أن تسلم الحوثيون واتفقوا مع علي عبد الله صالح، كانت تأتي طيران في الأسبوع 14 طائرة من إيران ذهابا وإيابا، كل يوم طائرتان، خبراء من حزب الله وخبراء من إيران. نحن نعيش مع جماعة يعني كانت تعيش في جبال وفي كهول في صعدة، هذا ليس كلام مجاز، هذا هو الواقع. لا يعرفون الفرق في السياسة ولا في التعامل ولا في الحوار ولا في الأسلوب الديمقراطي ولا في الانتخابات. هؤلاء مجموعة من الغجر، غير مثقفين غير متعلمين. كيف أنت عندك في فيينا دولة لو خرجت عليها جماعة ورفعت السلاح على الدولة، ماذا سيكون يعني رد الدولة؟ لابد أنها لكن أستاذ صالح يعني ألم ترى حضرتك يعني كل هذا التحامل على الحوثيين وشيطنتهم يعني لا يخدم مستقبل اليمن، وعليكم انكم تبنوا جسور وتبحثوا عن كل السبل السلمية لحل هذه المعضلة وعودة الشعب اليمني كله لحمة واحدة، وعلى الحوثيين انهم يرجعوا خطوة او خطوات، وانتم كذلك من الجهة الاخرى في سجل اليوم ما تم توقيعه مع جماعة الحوثي سابقا ولاحقا ما يقارب من 45 اتفاقية. يعطيني اتفاقية واحدة تم الالتزام بها أخيرا، اتفاقية ستوكهولم. يا ريت تحدثنا عن اتفاقية ستوكهولم وما قالت إليه. كان يتحدث على أنه في 20 من يناير تم الإفراج عن المعتقلين، وكنا نظن بأن المعتقلين أو كما تقول أمة السلام الحاج رئيسة رابطة الأمهات، السلام يبدأ من قلوب الأمهات. كان الناس ينتظرون أن تكون هنالك بادرة حسنية ويتم الإفراج عن المعتقلين، وفي حقيقة هم ليسوا معتقلين، المختطفين والمعذبين في السجون من أجل اليمنيون، على الأقل تبدأ أرواحهم تهدأ ويتطلعون لمرحلة ما بعد ذلك. ما الذي حدث؟ إلى حد الآن لا توجد التزام حقيقي بالإفراج عن المعتقلين. ما الذي حدث في الحديدة؟ الحديدة أيضا تم التلاعب بقضية الانتشار إلى آخره، وبالتالي هنالك استعدادات مكثفة لمعركة الحديدة. أصبحت اتفاقية السلام عبارة عن ما تكون أشبه بالتقاط الأنفس، وهذه هي سياستهم في كل الاتفاقيات التي توقع سواء مع المشايخ أو القبائل أو الدولة من سابق، كانت عبارة عن التقاط الأنفس ثم العودة. اليوم الحل، هناك حلول واضحة، قرارات مجلس الأمن واضحة على الحوثيون والحكومة اليمنية يسلمون، لأنه لا يمكن نتحدث عن حوار وأنت تمتلك السلاح الثقيل والمعسكرات وتريد أن تقتلني وسياسيين في السجون. لا، نبدأ سحب السلاح الثقيل والذهاب لمفاوضة السلام، والجميع يتخلى عن السلاح ويمثل ويشكل الحوثيون حزبا سياسيا تحت أي مسمى. ولكن هذا لا يحدث في ظل هذا الاعتداء بين التحالف اللي بيتقوده آل سعود. إذا هنالك حسن نية، التحالف لن يذهب خارج الإرادة اليمنية. اليمنيون سيصنعون جسورهم بأنفسهم. هل تظن لكن اليمني، أنا أعتقد اليمنيون لا يمني، لا يوجد يمني واحد يثق بجماعة الحوثي. على جماعة الحوثي اليوم هي أن أولا أن تثبت حسنيتها. إذا استطاعت هذه يعني أنت تتحدث عن إفراج عن المعتقلين وتحكم على الناس بالإعدام. لماذا أنتم لا توحدون الجهود وتطالبوا التحالف بأنه يكف اعتداؤه على اليمن، وفي نفس الوقت يا أستاذ صالح يعني يكون جهدكم كلكم كيمنيين لإيقاف هذا الاعتداء السعودي على اليمن، ومن بعد حكون مسألة حل المشاكل الداخلية أمر سهل. لا يوجد أي يمني يحب الحرب مطلقا، نحن نريد السلام. من منا يريد التشرد وتفجير البيوت وبقاء الناس مشردين والأمراض والكوليرا وغياب الكهرباء والخدمات؟ من؟ لكن الحوثي لا هو الذي حسب المعركة كما يقول ويستعرض بعضلاته، لا هو الذي حسب المعركة مع التحالف وأثبت جدارته، ولا هو الذي قدم خدمات واحتوى أبناء الشعب اليمني من أجل أن يدور دولة. لا يمكن لعصابة يعني احتلت بقوة السلاح أن تقيم دولة. نحن ابتلانا الله بهذه الجماعة السيئة الشريرة وبشرعية ضعيفة للأسف الشديد، وبتحالف عربي لم يلتزم بالأهداف التي أعلنها بأنه جاء ليرجع الشرعية. نحن ابتلينا
بهذه الفئات الثلاث، من ناس غجر عصابة انقلبت على دولة واستعانت بإيران للأسف الشديد، ولا يهمها يموت حتى مليون 20 مليون من الشعب اليمني، وتحالف عربي للأسف لم يحسم المعركة وقال قادته أنهم قادرون على حسم المعركة خلال شهر أو شهرين، وشرعية لم تبسط نفوذها. للعلم أخي العزيز بأنه الآن مساحة 80% من مساحة اليمن بأيدي الشرعية، لكن الشرعية لا تفرض سيطرتها في المحافظات التي في هذا الإطار، والحوثي من أي طرف لا يسمح لها؟ الإمارات مثلا، والإمارات تمنع الشرعية أنها الإمارات والسعودية يمنعون. اتفضل. نعم طيب، قلت لك عشان يفهم المشاهد 80% من مساحة اليمن الآن بيدي الشرعية، لكن للأسف الشرعية لم تفض يعني لم تبسط يعني خدماتها على هذه على بعض المناطق بسبب تدخل التحالف العربي وتحديدا الإمارات السعودية في المهرة، والإمارات في عدن وأحزمة أمنية وسجن سرية وشبوة في شبوة، واليوم تفجير تحصل وعدم السمح للرئيس هادي بدخول عدن. يعني أساءت هذه الإساءة للشرعية، خدمت الحوثي ليس حبا في الحوثي، اليمنيون لا يحبونه، هناك إجماع حتى المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثي حوالي 20%، والأسف الكثافة السكانية في 20% و8% مساحة جغرافية فقط، لكن الكثافة السكانية عند الحوثي لا يحبون ميليشيات الحوثي، ولكن القهر والظلم الحاصل من الحوثي ومن التحالف العربي وما تقترفه الإمارات هو الذي جعل الشعب اليمني يسكت، لكن المناطق والمحافظات التي خرج فيها المقاومة الشعبية لا يوجد فيها الآن حوثي، تم طردهم من عدن وكل المحافظة الجنوبية، تم طردهم من مأرب ومن معظم المناطق البيضاء ومن تعز، وبالتالي نحن ابتلينا بشرعية ضعيفة لم يعد القرار السيادي بعها كاملا بسبب ضغوط التحالف العربي، ولا التحالف العربي سمح بالجيش الوطني. تصور الجيش الوطني الآن في فرضة مهم يا أخي على أبواب صنعاء، يعني ممكن بالمدفع تصل الرصاصة إلى داخل عاصمة صنعاء، يعني لماذا تحارب في الحديدة؟ تعال إلى نهر، لماذا تحارب في تعز؟ لماذا تحارب في البيضاء؟ لماذا تشتت الجهود في صعدة؟ لو كان هناك ضوء أخضر من التحالف العربي للجيش الوطني في جبهة في مديرة نهر، ومديرة نهر إحدى مديريات محافظة صنعاء يعني العاصمة صنعاء، لكن مجمدة لسنتين، إذا نحن ابتلينا بشرعية ضعيفة، بجماعة انقلابية يعني متكبرة متغطرسة يعني تأكل أموال الشعب وتدخل الأموال وتبني القصور على حساب الشعب اليمني، وبتحالف غير صادق وغير جاد مع الشرعية. هذه مصيبتنا. أنا ترى ما لن يكون يعني إلا حسبا عسكريا، وصدقني سيكون الحل في اليمن هو حل بين اليمنيين. ما أنتم استعنتم بآل سعود، أنتم استعنتم واستقويتوا بآل سعود على أبناء جلدتكم، وهذا خطأ فادح. يعني ياريت هذا النظام تستعين بأي دولة، هذا أمر طبيعي نظام، لكن لا 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 نعطي مبرر لعصابة أن تستعين بدولة إيران وتحارب، يعني يروح يحارب إسرائيل ماذا بيكون موت لأمريكا؟ هل قتل أمريكي؟ الموت إسرائيل، هل قتل إسرائيل؟ يقتل من أبناء تعز ويقول الموت لأمريكا، يقتل من أبناء المأرب، من أبناء صنعاء، من أبناء عمران ويقول الموت لأمريكا. لم يقتل أي أمريكي ولا على يقتل أي على إسرائيلي. ذكر إسرائيل والكيان الصهيوني، هل ترى اليمن له علاقة بهذا الصراع العربي الصهيوني؟ يعني هل ترى كل هذا التحريض من آل سعود والإمارات يكمن وراءه مخطط صهيوني كي يسيطرون على عدن ويسيطرون على اليمن؟ ما هي مخاوف الكيان الصهيوني من استقرار اليمن ونجاح الثورة؟ في نقطة، أولا لماذا اليمنيون استقون؟ يعني عندما دخلت جماعة الحوثي صنعاء تم التوقيع اتفاقية، بقى الرئيس هادي، لو كان الحوثيين جادين في استيعاب المجتمع اليمني أيوة. لبقى الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيسا وستدار عملية بصورة أو بأخرى، لكن ما الذي حدث؟ قدموا للرئيس هادي قائمة تعيينات ابتداء من نائب الرئيس
إلى أصغر موظف، رفضها الرئيس هادي، وهنا بدأت أعلن استقالته، بدأت الأزمة الحقيقية، بمعنى هم لم يأتوا من أجل إدارة الشأن اليمني، وإنما أتوا من أجل اقتطاف الدولة واليمن وجعلها جزء من أو من منهم. الذي يحدث اليوم قصة الكيان الصهيوني إلى آخر، اليوم هنالك صراع واضح على الممرات وعلى البحر الأحمر على وجه التحديد. اليوم الإمارات تنفذ هذه الأجندة لصالحها ولصالح قوى أخرى. اليوم لو تأتي أين تسيطر الإمارات؟ اليوم القوات السعودية دفعت بقوات كبيرة في مناطق لا قتال فيها في المهرة من أجل مصالح اقتصادية وسياسة وجيوستراتيجية. الإمارات أخذت ميناء شبوة وميناء عدن وميناء المخا، وهذه المواني كفيلة إذا أعيد تشغيلها بأن اليمنيون يستغنون عن النفط، مستعدين في هذا الجانب. كل هذه الخيارات كانت بين يد اليمنيين. من الذي منع؟ كان أمام نظام فاسد في السابق، نعم، وعصابة تريد أن تغير اليمن لصالحها ولصالح الخارج. نعم. لم يترك لليمنيون خيار أن يديروا شأنهم الداخلي وفق إرادة شعبية، وفق الإرادة الشعبية. الإرادة الشعبية الوحيدة التي أجمع عليها كل اليمنيين هي ثورة فبراير ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتي كانت ستذهب إلى اختيار رئيس الجمهورية وانتخابات برلمانية ثم إدارة اليمن بعقلية وطريقة جديدة. لم يتركنا أحد، لم يتركنا الداخل ولم يتركنا الخارج. وكما ذكر الأخ صالح، أنا أتفق معه أن احنا وقفنا اليوم بين شرعية ضعيفة ومهترئة مقلمة الأظافع رضية الدون بنفسها وبشعبها، وبين تحالف ماكر حقير دخل هذه الحرب من أجل مصالحهم لا من أجل مصالحنا، ولكن أنتم كنتوا تعرفون هذا، وبين أبناء وبين أحد أبنائنا من ينتمون لنا، لكن لا يراعون في يمني مخالف إلا ولا ذمة. كيف يستعين أنصار شرعية أو جماعة الرئيس الشرعي الهادي يعني يستعينوا بآل سعود وهم يعرفون هذا الصراع على مدار 70 عام؟ آل سعود دائما يكيدوا لليمن، وهم استولوا على نجران وعلى كثير من الأراضي اليمنية حتى الآن. حتى الأراضي اليمنية اللي استولى عليها الحوثي آل سعود. نعم. استولوا عليها من من أجداد جماعة الحوثي، لم يستولوا على من اليمنيين الحقيقيين. حتى اتفاقية الطائف 35 هي كانت حرب بين الإمام اللي هم امتداد لهم اليوم جماعة الحوثي، وبين من؟ وبين مؤسس المملكة العربية السعودية. حتى الاستعانة بالسعودية، وهذه نقطة يجب أن تفهم جيدا، حدث انقلاب من اليمنيين الأحرار في تعز في 56 ضد الإمام، وفوجه الإمام برقية طلب تدخل من آل سعود لإخماد الثورة اليمنية ضده في تعز. ومن بعد كانوا ملكيين، كان السعودية ناصرت الملكيين أجداد الحوثي. نعم. في السابق، وبالتالي نحن عندما استعنا بالسعوديين كنا نظن بأن الأمور ستأتي في إطار الشراكة، في إطار الدول والمصالح المشتركة، لكن لم نتصور أن يصل الأمر إلى أطماع احتلالية بهذا الشكل، وبالتالي هم يلعبون على هذه. لكن في النهاية هم سيدركون ذلك جيدا، وبدأت هذه البوادر. 4 سنوات توقيف الجبهات أدت إلى تقوية عضد الحوثي، وستعيش السعودية في حالة رعب دائم في الجنوب ما لم يتدارك هذا الأمر بعقلية دولة. لماذا الشرعية اليمنية بقيادة الهادي لم يعلنها صراحة؟ اخرجوا آل سعود من اليمن، ويقولوا نوقف الآن التحالف أنه يعتدي على اليمن، وقوات الجيش السعودي عليها أنها تخرج برا اليمن، وعلى الإمارات أنها تخرج. غير لابد هذا الأمر، لماذا لا يعلنوها صراحة؟ لكن هذا الأمر يجب أن يتم في إطار حال كامل. يعني بالنهاية أنا هذه اللي قلت يخرج التحالف لمن؟ واليمن لمن يعني؟ للحوثي؟ هنا لب المشكلة. لابد من إطار سياسي وحل شامل للأزمة اليمنية بأكملها. إذن ما هو الحل السياسي؟
أولا أن يجتمع اليمنيين كلهم كطيف واحد ويكون لديهم رؤية واضحة، وهذا يستلزم عدم شيطنة الحوثيين. أنا أتحدث عن اليمنيين الموالين للشرعية. ماشي. أما الحوثيين طيب. نعرف وجهات نظرهم ونعرف موقفهم جيدا. طيب أنتم كأنصار الشرعية ماذا فعلتم فيما بينكم؟ هو للأسف الشديد التحالف العربي اليوم مزق حتى أطراف الشرعية. اليوم منهم من يوالي السعودية، وذلك من يوالي الإمارات، وذلك من يوالي القضية الوطنية. فبالتالي نحن نعيش أمام إشكالية حقيقية. هذه الإشكالية الحقيقية هي اللي مكنت الحوثيون وجعلت الإمارات وغيرها تعربد في جنوب اليمن وشمال. أستاذ صالح، كيف توصف لنا الحال الآن للشرعية التي تريد أنها تدخل في حوار وفي اتفاق مع الحوثيين؟ ما هو الوضع الحالي؟ عجز المحللون في توصيف ما يحدث في اليمن، لأن في اليمن يعني تداخلت أشياء كثيرة. لكن نقول الآن الشرعية أصبحت واضحة. دعنا نتكلم الآن عن التوصيف. الشرعية واضحة، الرئيس هادي ومجموعة من الأحزاب الوطنية مع الرئيس هادي، حزب المؤتمر الشعب العام للنظام اللي كان يحكم أيام النظام السابق، فيه الآن جزء منه مع الحوثي، والجزء الأكبر الآن موجود مع الشرعية. هناك جيش وطني الآن يعني موجود في كل الجبهات القتال، هناك رؤية عسكرية موحدة، رغم أنه كما قلنا في ضعف عند الشرعية، لكن ما يمنعش أن نقول الإيجابيات. هناك بعض المناطق وصلت للخدمات، مثل مأرب قدمت نموذج رائع، مثل الجوف، مدينة تعز كمدينة. هناك في ضعف وخلل في المحافظة الجنوبية، لأن الإمارات هي من تمسك زمام الملف المبادرة والملف في المحافظة الجنوبية، فأصبحت كل يوم صراع وقتل واغتيالات من قبل مرتزقتها ضد المقاومة الشعبية والعلماء. إذن في شرعية واضح الآن، وفي جماعة انقلابية. التوصيف العالمي، ما فيش دولة في العالم اعترفت بميليشيات حوثي، هي تسميها ميليشيات الحوثي، وقرار 2016 معترف بشرعية الرئيس هادي، اتفقنا معه أو اختلفنا معه، وهو الذي طلب تدخل دول الجوار. الله ابتلانا بأن نكون جيران للسعودية، ماذا نعمل؟ نحن خلق الله الأرض اليمن بجوار السعودية. للأسف الشديد كنا نتمنى من السعودية، وما زلنا نأمل، حسن الجوار، العلاقة الطيبة، الاستمرار، المصداقية مع الشعب اليمني. للأسف النظام السابق أولا باع ما تبقى من الأرض اليمنية لآل سعود ولعمان، وأيام الملكي الإمام أحمد الدين وأجداد الحوثي والإمام يحيى باع قبله مناطق جيزان وعسي ونجر أيضا للسعودية باتفاقات يعني معروفة. وبالتالي الشرعية واضحة والانقلابيين واضحون تماما، وهناك إجماع دولي على تأييد الشرعية برئاسة الرئيس هادي، لكن للأسف عندنا شرعية طيب. قرارها هل لم يعد بيدها 100%، ما زال بيدها. هل لديكم الآن مشروع واضح ومحدد للخروج من هذه الأزمة مع كل الأطراف؟ هل أنتم وضعتم كونسبت واضح؟ اتفضل يا استاذ صالح وبعدين الاستاذ توفيق. ايوه، انا هنا محلل وباحث، انا لست لا امثل الشرعيه، انا انتقد، معي مركز اعلامي انتقد حتى الشرعيه في اخطائها، وانتقد الحوثي وانتقد التحالف العربي، لكن لابد ان نضع، ولكن نريد روشتك منك انت كيمني بالدرجه الاولى. نريد منك روشتك. ليس لديها رؤيه واضحه، والتحالف ليس لديه رؤيه واضحه. حتى يعني نجاح اليمن هو نجاح للسعودية، لكن أتمنى من السعودية يعني أن تعقل، ويعني أعتذر، أتمنى من السعودية يعني أن تعقل وتعرف أن نجاح اليمن هو نجاح للسعودية. مشاكل اليمن هي مشاكل السعودية. السعودية الآن تجني ما صنعته في 4 سنوات، الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، الوضع الحقوقي للأسف الشديد، كل ذلك يحتم عليه الآن خروج الإمارات وارتباء الإمارات الآن بحضن إيران. لماذا ما زلتم تعولون على السعودية يا أستاذ صالح؟ لماذا السعودية يعني حتى الآن لم نراها يعني أنفقت يعني حتى القليل لحل مشاكل اليمن؟ يعني مليارات السعودية كلها ذاهبة إلى أمريكا وإلى هو يعتبر يعني في الوقوف مع السعودية أخف الأضرار في المرحلة الحالية، هو أخف الأضرار. لكن بمعنى اليوم
بمعنى أن الابتعاد عن السعودية معناته الذهاب إلى المجهول، خاصة في ظل جماعة إلى اليوم أحكام صادرة بالإعدام ضد الرئيس هادي والحكومة الشرعية. معنى ذلك أنكم ما زلكم تتمسكوا بالسراب. بمعنى اليوم على الحكومة الشرعية بدرجة أساسية أن توجد لها برنامج عودة، هذا هو المدخل الأساسي لحل الأزمة اليمنية. برنامج عودة اليوم مأرب كما ذكر الأخ شكلت نموذج برنامج عودة للمحافظة الجنوبية، حتى يبدأ اليوم بتطبيق جزء من مؤتمر الحوار الخاصة بالدولة الاتحادية. اليوم إقليم عدان، إقليم تعز، إقليم سبأ إلى آخره، تبدأ تعطى لهم صلاحيات، يبدأ تعيين المجالس، بمعنى تبدأ الدولة اليمنية. ما هو تعيين؟ تبدأ الدولة اليمنية طول ما هو هناك سلطة خارج إرادة هذا الشعب ويفرض قيادات على الشعب اليمني لا حل. أنا اليوم أتحدث عن برنامج، عن مقدمة لحل حقيقي. الشعب لا يختار قياداته بغض النظر. اليوم يجب، نحن في مرحلة يجب ولو نعين تعيين، نحن في حالة حرب، لكن يجب هذه القيادة أن تتواجد في مناطقها. بمعنى محافظ عدن يكون في عدن، قيادة عدن تكون في عدن، قيادة تعز تكون في تعز، يبدأ أبناء البلد هم بإدارة. اليوم محافظ مأرب أين هو؟ هو الوحيد الذي لا يسكن فنادق الرياض، موجود في مأرب. لكن اليوم مأرب كما قلت لك مأوى كل اليمنيين، شهدت مأرب حالة تنموية رهيبة، وبالتالي إذا تنشطت المناطق أو محافظات الحكومة الشرعية بهذا الأسلوب سيخرج الناس من تحت سلطة الحوثي. يعني مأرب تعتبر الآن مثل يحتذى؟ نعم، مأرب من حيث الأمان، من حيث التنمية، من حيث الاستقرار، من حيث الخدمات، من حيث كل شيء. مأرب تحولت من صحراء إلى مدينة نابضة بالحياة. اليوم مأرب فيها مئات الآلاف بعد أن كان يسكنها الآلاف آلاف الأفراد، اليوم مئات الآلاف بتصل إلى. وتدخلات الجيش السعودي والإماراتي في مأرب؟ لا يوجد تدخل على مستوى إدارة الدولة. إدارة الدولة في مأرب إدارة مستقلة، ولكن الجيش السعودي والإماراتي منتشر في مأرب، موجود في قلة، هم منتشرين في كل الجبهات موجودين، ولديهم قيادة موجودة في مأرب، لكن سلطة مأرب سلطة قوية استطاعت أن تضع حد واضح بينها وبين التدخل السعودي. وبالتالي نحن نقول عندما يجب اختيار هذه القيادة، وعلى السعودية نحن عندما نتحدث أمر مهم أن تعود إلى رجدها وإلى عقلها وتمكن الحكومة. تمكين الحكومة الشرعية اليوم من الأرض هو بداية النهاية لجماعة من ذا الذي يمكن؟ المفروض الحكومة بنفسها تضغط على السعودية، تتحاور مع السعودية، تقعد مع السعودية. بالنهاية هذا عودة اليمن يشكل بوابة أساسية للأمن القومي السعودي. غياب أو انتهاء الدولة الشرعية معناته تقويض للأمن لماذا السعودي. لماذا أنتم مشغولون بالأمن القومي السعودي ولا تفكرون في الأمن القومي اليمني؟ العملية متشابكة. يجب اليوم يعني أن نقول جيدا بأن اليوم القضية هي صراع حقيقي موجود داخلي إقليمي، تداخلت الإقليم مع الداخل، وبالتالي اليوم أن نقول لا توجد السعودية هذا أمر غير ممكن وغير معقول. السعودية موجودة، والحوثيون اليوم عندما نقول لا يوجد إيرانيون وخبراء أيضا أمر غير معقول. الصراع موجود، حتى اليوم الصواريخ والطيران اليد الإيرانية موجود فيها، وبشهادة خبراء أو تقارير مجلس الأمن وتقارير مجلس حقوق الإنسان هذا أمر غير ممكن. لكن إذن الرؤية المستقبلية تكون في ظل تواجد كل هذه القوى الإقليمية. جريفيت على سبيل المثال عندما يريد أن يأتي إلى اليمن أين يذهب؟ يذهب طهران وموسكو والسعودية ومدركين تماما ما الذي يدور. طيب إحنا باقي لنا دقيقتين، أنا عاوز روشتة نهائية، رؤيتك المستقبلية في ظل ما يعيشه أهالينا في اليمن من انتهاكات، وما زالت السجون، وما زال التحالف يلقي بالقنابل والطائرات والدمار. يعني كيف شعبنا في اليمن يخرج من هذه المأساة وهذه الكوارث في ظل الاعتداءات من قوى التحالف واعتداءات الحوثيين واعتداءات ميليشيات لا نعرف من هم، تارة يسموا بالقاعدة، تارة يسمون بداعش، ولا نعرف من مع من ومن ضد من. ما هي الروشتة التي يجب أن يفكر فيها
أبناء اليمن جميعا ويتحدوا عليها بحيث نخرج من هذه المأساة وهذه الكارثة؟ أنا أعتقد أمور واضحة، عودة الحكومة الشرعية إلى الداخل هذه النقطة أساسية. لماذا يتم تبني حكومة جديدة؟ الآن الأمر فيه صعوبة جدا، يعني كيف، ما هي الآليات إلى آخر الأمر. نعم. الثاني إعادة رسم العلاقة بيننا وبين التحالف، وكثير من الوزراء صرح بكل وضوح أن العلاقة اليوم مختلة ويجب إعادة بناء هذه العلاقة بكل وضوح، وعودة الحكومة إلى الداخل ضمانة أساسية لهذه المطالب. النقطة الثالثة تشكيل رأي أو رؤية يمنية موحدة للحل يتم الاتفاق عليها داخليا والضغط لتنفيذها خارجيا. أستاذ صالح الجبري، ما هي رؤيتك المستقبلية؟ بشرنا بالخير، يعني أعطينا رؤية على ضوئها من الممكن بناء جسور للخروج من هذه الأزمة. الحل في الأخير سيكون حلا يمنيا بجلوس الجميع على طاولة الحوار، ولكن من خلال يعني درايتنا ومعرفتنا بالاتفاقات مع ميليشيات الحوثي، لا ولم ولن يسلم السلاح ولن يعترف بشرعية الرئيس هادي، اتفقنا معه أو اختلفنا، لا يمكن إلا بالحسم العسكري. قراءة مستقبلية، لن يجلس الحوثي على طاولة الحوار إلا بالحسم العسكري. اثنين، أن يكون التحالف جادا وصادقا مع الشعب اليمني الذي طلب نصرته وإعانته لضرب ميليشيات الحوثي التي تعتمد على إيران وعلى حزب الله. ثلاثة، أن يعود الرئيس هادي ويفرض سلطته ورأيه ويعود إلى عدن ويفرض هيبته على الإمارات ويوقفها عند حدها. وأبشرك بأن الإمارات يعني قد بدأت الانسحاب، لأن وجدت غضبا عارما من الشعب اليمني سواء مع الشرعية أو مع ميليشيات الحوثي، لأنهم وجدوا منهم أشياء سيئة يعني لا تليق بدولة طلب منها أن تتعاون مع الشعب اليمني. إذن الحل في اليمن هو أن يتحاور اليمنيون، ولكن لن يتحاوروا إلا إذا تم تسليم السلاح الثقيل من قبل ميليشيات الحوثي والاعتراف بالشرعية وتأسيس حزب سياسي، وإلا فإن الحرب ستطول وستأكل الأخضر واليابس وسيتأذى منها السعوديون، وقد تأذوا منها. عليهم أن يكونوا جادين ويقفوا صادقين مع الشعب اليمني ويحسم المعركة. وعندنا جيش، أنا أبشر المشاهد العربي، عند اليمنيين جيش وطني قادر أن يحسم المعركة، ولكن لابد أن يعطى السلاح النوعي وأن يعطى الضوء الأخضر وسيحسم المعركة. بعد ذلك سيجلس الناس على طاولة الحوار، وأي حرب ستنتهي بالجلوس على طاولة الحوار. أحسنت. في نهاية، هل لك من كلمة أخيرة تحب تقولها أستاذ توفيق؟ لا، مفيش، خلص. الحكومة الشرعية اليوم يجب أن تلتقط كل الإشارات الداخلية والخارجية وتبدأ وترتقي إلى مستوى المسؤولية التاريخية. عظيم. إذن إحنا في نهاية لقائنا لا يسعني إلا أني أتوجه بالشكر لضيفي العزيز الأستاذ توفيق حميدي في الاستوديو، وعلى الهواء الأستاذ سالم الجبري. أشكر حضرتك صالح. شكرا جزيلا أستاذ صالح الجبري. أعزائي المشاهدين، ما إذا أراد شعب اليمن وأمتنا الخروج من هذه الكارثة واخترنا الحوار سبيلا فعلينا، وإذا أردنا الحوار على كل الفصائل والفرقاء إنهم يوقفوا شيطنة بعضهم البعض، فلا يجوز على الحوثيين أن يشيطنوا الفصائل الأخرى، ولا يجوز للفصائل الأخرى أن تشيطن الحوثيين. على الجميع بناء الجسور كي نصل إلى نقطة التقاء. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أشكر السادة المشاهدين، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.